بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم تقبل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعل هذا العمل علما نافعا ينتفع به وارزقنا أجره في الدنيا والآخرة، اللهم تقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم على البيرن في التروما. أتمنى إن أنتم تكونوا سمعتوا التسجيل اللي قبل ده اللي هو Simplified Notes on Burn، هيسهل لكم الموضوع وهيخليكم أكثر وعيا وإدراكا لموضوع البيرن كتروما. أول حاجة البيرن في البيشنت في حالة التروما أنا بتعامل معاه زيه زي أي حالة بيرن، بس أنا اللي بيهمني الأول البيرن ولا التروما؟ لا، ما بيهمنيش الاتنين، لا بيهمني البيرن ولا بيهمني التروما. انا مش عايز حاجه تلبخك عن الحاجات الاساسيه اللي هو الاير واي والبريثنج والسيركيوليشن. لو مريض عنده تروما ورجله مقطوعه وبطنه كلها محروقه او رجله كلها محروقه، انا ماليش دعوه، انا ماشي في بروتوكول وفي سيستم اير واي، لان اللي هيموته الاول الاير واي مش الحرق، اللي هيموته الاول البريثنج مش الحرق او حتى النزيف، اللي هيموت الاول السيركيوليشن. فلازم اخد بالي من الحاجات دي كلها. طبعا الاير واي والبريسنج لازم تاخد بالك ان ممكن تلاقي المريض في حاله البيرن كان في مثلا في منطقه محروقه او في فاير وكده، فشم غاز اول اكسيد الكربون فبيبقى عنده اعراض تسمم، فدي برضو خلي بالك منها. السيركيوليشن دايما البيرن بيتبعه حكايه ايه، ان هو بيبدا يحصل عنده هايبوفوليميا، فلازم تاخد بالك في السيركيوليشن، لازم بنعمل فلويد ريبليسمنت. الديسابيليتي ممكن يحصل عند المريض في منطقه الجرح حاجه اسمها كومبارتمنتال سندروم، نتيجه ان في المنطقه المحروقه ديت بيحصل فيبروزز وشرينكت وبيحصل كونتراكشن، فممكن يحصل كومبارتمنتال سندروم. الاكسبوجر لازم المنطقه المحروقه اعريها كلها ايا كانت بقى، في الجينيتاليا في الصدر في الوش لازم كلها تبقى عريانه. لازم تعرف برضك السورس اوف بيرن، الحرق ده سببه ايه ليه، هيفرق معايا جدا في التعامل معاه. يعني لو كان هو فاير، هل هو ميه مغليه، هل هي مجرد كهرباء. لاحظ ان ممكن تكون الكهرباء مع ان هي مش باين حرق ولا حاجة او باين حرق بسيط مثلا 2 سنتي في 2 سنتي ولا حاجة، لكن ممكن تبقى مور دينجرس، لان الكهرباء او الالكتريستي بتعمل ايه، بتخش على عضلة القلب وتعمل فيها اريزميا وديسريزميا، وممكن تدخل الانسان يموت وبتعمل دامج في العضلات. فخلي بالك مش عشان الجرح كهرباء والمريض متكهرب ومفيش جرح بسيط ما تعاملش معاه ان هو بيرن عنيف، لا، الالكتريكال بيرن تعتبر مور سيريس ذان زي ابير اللي بيبقى باين على السطح، هي قمة جبل التلج، لكن اللي تحت مصايب، ممكن يحصل مشاكل في الهارت، يخش في اريزميا ويموت، مشاكل في العضلات، حاجات كتير. خلي بالك ان لما بيحصل دامج في السكن والمسل ممكن يحصل اكيوت رينال فيلير، ده من الحاجات المهمة جدا اللي بيبقى من الكومبليكيشن بتاعت البيرن، ان ممكن يحصل اكيوت رينال فيلير. انا بقى دلوقتي جاي لي مريض في حاله بيرن، بتصرف معاه ازاي؟ انا ماليش دعوه بيرن تروما، همشي معاه في الاي والبي والسي والدي والاي، خلاص فحصتهم واستقريت، ابدا اشوف البيرن، اقيم حاله البيرن وعلق فلويد، بدي بشوف بركب التو وايت بور كانولا، ببدا اعمل الفلويد ريبليسمنت، وعن طريق حاجه اسمها رول اوف ناين ببدا اشوف النسبه اللي محروقه من الجلد. والرول اوف ناين اتكلمنا عنه في التسجيل اللي قبل كده كويس. طب ايه هي السبيسيفيك تريتمنت في البيرن بيشنت؟ اول حاجه لازم تاخد بالك من شويه قواعد، لازم تشوف هل في ريسبيراتوري ديستريس ولا لا، هل في منطقه في الوش محروقه ولا لا، لان الفيشال بيرن ده يعتبر من الحالات الخطيره جدا. تشوف بقى هل في قف، هل في اديمه في الابيجلوتس، هل الجرح واخد فول سيكنس بتاع البيرن، هل هو في منطقه الشيست او النك. من الاخر كده اي حاله بيرن عنيفه او كبيره انت بتطلب دكتور التجميل. ليه؟ الحالات دي كلها انت مش هتعرف تعالجها،
انت كل اللي بتعمله انك بتعمل مانجمنت اير واي وبريسنج وكلام من ده، وتدي فلويد، تحاول تغير حتى على الجرح سواء بصلاين بمحل، المهم تغير عليه، ممكن تدهنه بدرمازين، تدهنه باللي تدهنه بيه، بس انت ما بتتصرفش مع الحالات دي، بالذات لو كان الجرح او البيرن في منطقة الشيست او النك، لانه ممكن يتخنق ويموت. كمان لو كان الجرح معاه او البيرن اسف معاه مشاكل تانية، او كان الجرح في الايد او في الرجل، لان الجرح في الايد او الرجل ممكن يحصل فيهم فايبروزز، فيبقى المريض هانديكاب. يعني ممكن انت لو بعت للدكتور تجميل ممكن حالته تبقى احسن. طبعا احنا بنحاول، طبعا لو لقينا المريض مش عارف يتنفس، او عنده بقى هورسنس اوف فويس، او مش عارف يبلع، او عنده ريسبيراتوري ديستريس، او عنده انهاليشن انجري نتيجه البيرن، او ان هو كان في منطقه احتراق او كده، فممكن نركب له نازو تراكيال انتيوبيشن او اندو تراكيال انتيوبيشن، وبنركب له تيوب وخلاص. طبعا البيرن بيشنت احنا بنحاول نديله من 2 ل 4 ملي كريستالويد سوليوشن بير كي جي في خلال 24 ساعه، بس طبعا احنا بنحاول نديله فلويد وبنحاول نعوضه، ويا سلام لو اقدر اعوضه ببلازما او بدم. بنحاول نخلي البلاد فوليوم كويس علشان ونديله حاجات مدره للبول وكده علشان نحافظ على الكيدني عشان ما يخشش في اكيوت رينال فيلير. طبعا انت جاست انك بتمنج العيان في اول فتره، وبعد كده بتطلب له دكتور التجميل هو اللي بيتعامل معاه. خلي بالك ان المريض الالم بتاع البيرن ده بيبقى الم عنيف جدا ورهيب، فلازم تديله بين كيلر، ولازم تديله مسكنات قويه جدا. لازم تركب له قسطره بلادر كاستر عشان تشوف بقى ايه اليورين بينزل قد ايه وكميه اليورين، وهل المريض دخل في اكيوت رينال فيلير ولا لا. ممكن تعمل له نازو جاستريك درينج، ممكن تركب له نازو تراكيال انتيوبيشن اندو تراكيال انتيوبيشن. الكلينيكال مانيفستيشن بتاعه الانهاليشن انجري بتبدا في خلال 24 ساعه. مريض البيرن القواعد الاساسيه في التعامل معاه: اكشف الجرح، غير عليه بميه وصلاين، خلي بالك من الرول اوف ناين، الجرح من فيرست ولا سكند ولا ثيرد ديجري. فانت لازم لما تكون بتتعامل مع حاله بيرن انك تبقى عارف ان معظم الحالات انت هتعمل لها ريفير لدكتور تجميل، دي اول حاجه. تاني حاجه، مش معنى ان انت عملت ريفير لدكتور تجميل ان انت وحش، لا ده صح. اي بيرن في الايد او في الرجل او في الشيست او في النك او في الفيس، مهما كانت درجته مهما كان اسبابه، لازم المريض يتحول لدكتور جراح التجميل. خلي بالك ان انت لما بتيجي تعالج المريض في حالة البيرن خلي بالك من الفلويد ثيرابي. كده انتهى التسجيل. طبعا التسجيلين بتاع السمبليفايد نوتس اون بيرن مع التسجيل بتاع البيرن نفسه الاتنين بيكملوا بعض. اتمنى ان يكون التسجيل عجبكم واستفدتم منه. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل وجنبنا الرياء. اللهم تقبل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. اللهم جنبنا الرياء وارزقنا الاخلاص في القول والعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به. أرجو من الله أن يكون هذا العلم ينتفع به، وأن يرزقني الله به خيرا في الدنيا والآخرة. اللهم تقبل هذا العمل. اللهم آمين.